كل عشاق كرة القدم في مصر والعالم كله، أهلا بيكم في برنامج اكتشاف المواهب الأكبر في الشرق الأوسط كله، كابيتانو مصر. على مدار الشهور اللي فاتت كلنا تابعنا اختبارات كابتانو مصر اللي لفت أنحاء الجمهورية كلها، اختبرنا آلاف اللاعبين علشان نوصل ل 144 لاعب هيتنافسوا مع بعض في النسخة الأولى من كابتانو مصر. بعد كل التعب والعرق والمجهود ده كله بنوصل للحظة دي، اللحظة الحاسمة. اللي فات كان جامد، بس أكيد اللي جاي أجمد. يحييكم من استاد القاهرة الدولي. من أول ما اخترعوها وقع المصريين في حبها، بقت هي سبب لمتهم وفرحتهم، وزي كل حاجة المصريين لعبوها بطريقتهم وحطوا عليها شخصيتهم. دي الروح الرياضية اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بأبطالنا. مفيش شارع في مدينة في أي محافظة في مصر إلا فيه لعيب مفيش زيه، مشروع نجم كورة. هم دول اللي بدأنا رحلتنا عشانهم. عشان ندور على الحريفة ونديهم الفرصة اللي استحقوها. مشوار طويل قوي، من بحري لإبلي، من القناة لسينا، الكل جاي بحلم كبير إنه يوصل وكل الناس تشوف موهبته. أكتر من 50,000 من كل المحافظات جموا عندهم الحلم، حلمهم وحلم أهليهم.